Hello, grade 6. We will take unit 4, part 2, اللي كان التايتل بتاعه Celebrate Good Times. احتفل بالأوقات السعيدة. تعالى ناخد مع بعض بعض الفوكابلاري. أول حاجة عندي سيل. سيل معناها يبحر. سيل. كاندل. كاندل يعني شمعة. Addressed to معناها موجه لي. Addressed to موجه لي. Celebration يعني احتفال. Celebration. Costume معناها أزياء اللي هي التنقرية. Costume. Adults اللي هم الأشخاص البالغين الناضجين أو بالإنجليش اسمها fully grown people not children. يعني ناس مكتملين النمو ومش أطفال. Guests اللي هم الضيوف. بيقول هنا people you invite to your home. ناس انت دعيتهم للمنزل بتاعك. Main points. تعال نشوف مع بعض النقاط الرئيسية أو الأساسية بتاعت الليسون بتاعي. Number one بيقول لي birthdays are celebrated all over the world. يعني أعياد الميلاد دي بيحتفل بيها في جميع أنحاء العالم. خد بالك أنا هنا بدأت birthdays اللي هي الأوبجيكتس المفعول، بعدها verb to be، وبعدين verb في الباست participle في التصريف الثالث. دي إن شاء الله هتكبر شوية هقول لك إن هي اسمها صيغة مبني للمجهول. We put candles on the cake to show the age. احنا بنضع الشمع في الكيكة او في التورتة to show the age عشان نوضح العمر. احنا عارفين احنا بنحط اللي عنده سنة بنحط له شمعة، سنتين، شمعتين وهكذا. طب انا عندي هنا زمن الجملة بتاعتي present simple tense. we من الجروب اللي بيجي معاه verb ايه؟ infinitive، الفعل في المصدر بدون اي اضافات. بعد كده بيقول لي the birthday child gives cakes to all the guests. the birthday child معناها الطفل اللي هو صاحب العيد ميلاد بيعمل ايه؟ gives. وقلت برضو ده present ايه؟ simple. وحطيت لي الفيرب اس علشان child ده singular noun هياخد الفيرب اس او اس او اي اس. excellent. بيدي ضيوف ايه؟ cakes، جاتو او تورته. practice reorder all birthdays over the world are celebrated. يلا بينا ناخد مع بعض. اول حاجه هنبدا بكلمه ايه؟ birthdays اللي هي اعياد الميلاد. طبعا هيجي بعدها verb to be اللي هو مين؟ are. طب وبعد are هنقول ايه؟ celebrated all over the world. طب معنى الجمله بتاعتي ايه؟ ان اعياد الميلاد بيتم الاحتفال بيها all over the world في كل انحاء العالم. وزي ما قلنا من شويه ان الجمله بتاعتي passive verb to be وبيجي لي بعدها verb تصريف ايه؟ ثالث past participle. reorder. usually our children birthday for cakes we make. طبعا الستارت بتاعي اللي هو السبجكت وي بيقول لي we usually make cakes for our children birthday. احنا ايه عادة او غالبا بنصنع الكيك لايه؟ لاعياد الميلاد بتاعة اطفالنا. an amazing for we custom prize have the best. اول حاجة انا عندي we اللي السبجكت بتاعي، بعد كده هيجي معانا الفيرب اللي هو have. we have يعني احنا عندنا an amazing prize او احنا امتلكنا جايزة رائعة for the best costume للايه؟ لاحسن ايه؟ عرض ازياء تنقري. بعد كده بيقول لي addressed is invitation who the to. وعايزة ابدأ بالquestion word who. who is the invitation addressed to. يعني ايه الجملة دي؟ معناها الانفيتيشن دي موجهة لمين؟ مين اللي هيتروح له الدعوة اللي قدامي؟ pronunciation النطق. طب تعالى نشوف كده. wait بتتنطق ايه؟ الاي ايه هنا بتتنطق ايه؟ طيب عندي اول حاجة verb wait. wait يعني ايه wait؟ ينتظر. ايوة. عندي شيد ظل. شيد. بعد كده عندي ساوند لتر اي اللي بنطقه ايه؟ زي بريد. بريد. سل. يعني يبيع.
Now اكسر يور سيلف. دلوقتي السؤال بتاع حضرتك اللي هتكتبه في الكومنتس اللي تحت الفيديو بيقول لي complete celebrations means وسبيس. حضرتك هتعمل سيرش على كلمة celebration وهتكتب لي ايه معناها في الكومنتس اللي تحت الفيديو. See you later and goodbye.